البنات تعاونية او بيوتي تعاونية ريان بيو هانتوما مارك او بيوتي تبارك الله شوفوا لي شنو عندهم وصلت حداكم شميت واحد الريحه رائعه ديالاش بعدا ديالاش الريحه شميتي ديال الشعر هي هذه تبارك الله كتحمق تبارك الله هادو كل وحده عندها لينيرجي ديالها هذه كتهدن ديال الهدوء هذه الحمراء ديالي فوي روج ديال الحب هذه ديال الزهر الله يعطينا الزهر كامل الشعر والله العظيم طبعا هذه ما فيهاش لا الكول هذا نهائيا البنات امنه لشعركم هذاك وهذه الناس اللي كيبغيوها ترفيحة غيشاس هذه اللي انا مخدومه بالليمون القرفه الاعشاب ديال اللي عندهم لينيرجي ديال تبارك الله شوفوا راه عندهم منتجات كثيره البنات بنات خنيطره اجي ومرحبا بكم خذوا لي من عند هاد الناس هادو سيرتيفي ايزو كلشي سيرتيفي كلشي امن كلشي دايز لاغام ليفتينغ ديال لاغام ليفتينغ ديال الحلزون راه في المعرض اللي فات راه كانت سالات لي خدمنا سهرنا معاكم حتى لجوج الليل باش وجدنا لكم لو ستوك تبارك الله هذا يلا الناس القنيطره ما تخليهمش عافاكم الله يكبر بكم لي جيل نيتوايون لي قماش حسب البشره ديالك يعطيك الدكتور اللي كيصلح لك تبارك الله هنا لي شامبو ولا كرام شامبو طبيعي الله العظيم شوفوا صافا بان سان سيلفات سان سيليكون وهذا الشيء ديال تساقط الشعر هذا فيه مستخلص 30 عشبه وزيت البنات انا راه عندي الحبوب في شعري انا راه ديجا واخده من عند هاد الناس هادو راه عندهم داكشي من داكشي الرفيع والله العظيم مرحبا بكم غير اجيو عندهم وخذوا بعينيكم مغمضين راه تبارك الله عندهم كلشي قانوني وكلشي طبيعي والله العظيم من داكشي شوفوا ليا هذا هو الرقم ديال التليفون ديالهم شوفوا ليا بعدا شوفوا هانتوما شوفوا الشهاده ديما البنات اي واحد تبغيو تاخذوا من عنده كتشوفوا هاد الشهاده باش كتعرفوا ان كلشي دايز الايزو تبارك الله هانتوما شوفوا شهاده الايزو باش كتعرفوا ان كلشي عنده جوده عاليه وطبيعي شوفوا تبارك الله عندهم بزاف ديال المنتجات راه تبارك الله السطون ديالهم هانتوما شوفوا تبارك الله اللي بغيتو غتلقاوها عندهم ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا هو الرقم التليفون ديالهم عندهم الانستغرام دخلوا عندهم او بيوتي شوف في طنجه عندكم المحل في طنجه الناس ديال طنجه جاوا عندنا تاع القنيطره الله مرحبا بكم ها انتم البنات الناس ديال طنجه جاوا تال عندكم شوفوا شنو جابوا لكم راه كاينين دابا في اسواق السلام عافاكم اجيو ليا عند هاد الناس هادو ها مسك الطهاره اللي بغيتوا اي حاجه بغيتوا كتحتاجوها راكم غتلقاوها عند الناس هادو مرحبا بكم البنات شوفوا ليا الدونتيفريس اللي تبارك الله داير واحد ضجه كبيره دونتيفريس ناتوريل البنات كما قلت لكم ها انتم راه عندهم الشهاده ديال الايزو خذوا من عندهم راه عندهم داكشي طبيعي وجوده عاليه بالنسبه للناس اللي كيبغيو بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا لي مارك ديالهم راه حنا كنخدموا حتى لي مارك كنديروا البراند ديال الناس اللي كيبغيو يديروا لو نون ديالهم لوغو ديالهم وداكشي راه كنخدموا لهم بالكميه اللي كيبغيو والمنتجات اللي كيبغيو هما يعني داكشي دي برودوي بيرسوناليزي بالاسم ديالو ها انتم البنات والله العظيم ها انتم وعندهم داكشي قانوني البنات ما تخافوش وهاد الناس هادو راه كما قلت لكم ثقه راني كنعرفهم كنحط معاهم في المعارض والله يعطيكم الصحه انتم والمنتجات ديالكم وانا راني مجربه هذه ديال السنان ومجربه عندهم شامبوان من داكشي الرفيع الله يسهل عليك يا ربي البنات جيت اليوم عند رواق الاميره شوفوا لي تبارك الله شنو عنده كاع داكشي اللي خاص بالعطور والريحه الزوينه تبارك الله عليك ومرحبا بك في قنيطره ها انتم عنده الروائح ديال اميره العرب العطور الشرقيه ثاني ديال الخمله هذه زوينه ديال الخمله الحوايج اللي كيحبوا هذه ايفيكاس كدوز عليهم والله الا زوينه دي بالضو ماشي شي حاجه كتخدم بالضو شحال دايره هذه دايره 100 درهم 100 درهم البنات والله العظيم حتى زوينه اللي بغى شي حاجه ها انتم ها هو الرقم ديالهم ها انتم عندنا ام الناس شوفوا سرغينا على حقها وطريقها شوفوا كي دايره اللوبان شوفوا تبارك الله راه معروفين بهذا العطر هذا الريحه ديالو كتشم عرفتي منين ها انتم هذا التسبيح هذا شوفوا تبارك الله غير ديرها والله العظيم كتحمق ومرحبا بكم في قنيطره بنات قنيطره اجيو ليا اللي كيعجبهم شي حاجه هكا ديال العطور يجيو عند هذا السيد شوف شحال دايره هذه المشطه هذه 25 زوينه هذه ما كتخليش كتدير كتحرك الدوره الدمويه تبارك الله ها انتم طلق لكم البنات العود طلق لكم سرغينه هاتو كتحمق الريحه ديالها ها انتم اللوبان الذكر الحر ياك الحره البنات ها انتم شوفوا تبارك الله
راه هاد الناس هادو جاو منين اخويا جيتو؟ جاو من كازا، جاو عندكم الخنيطره، جايبين السلعه ديالهم باش يبيعوها لكم. مرحبا بكم، عافاكم، ما تخليوهمش البنات. يلا اللي باقي ما جاش الاسواق السلام يجي، راه باقي لهم غير السبت والحد. اجيو البنات عافاكم، راه دايرين واحد التخفيضات، راه اللي بغيتوها اجيو عند هاد الناس هادي تلقاوها ان شاء الله الرحمن الرحيم يا ربي. وتبارك الله على رواق الاميرات، الله يعطيك الصحه. البنات شوفوا لي هاد السيده هادي، راها جايه من الرباط وجايبه لكم ها انتم اناقتي. هذا هو الرقم ديال التليفون ديالها، وهذا هو الانستغرام ديالها اناقه. ها انتم شوفوا تبارك الله شنو جايبه لكم، داكشي غزال والله العظيم. والاثمنه البنات الكاليتي والاثمنه، هادشي فن، هادشي والله العظيم. الفيطر ديال مصر هادو راه خديت منهم انا واعرين 120 درهم، انا راه خديتها 140 درهم من عند واحد السيده اخر. والله العظيم. يلا بنات قنيطره 110 درهم جايه لكم مسكينه، وجايبه هاد الحويجات هادو كاريه ستوند وضربه تماره، جايه عندكم من منين؟ جايه عندكم من الرباط، وجايه جايبه السلعه ديالها تبارك الله فن. 120 درهم والله العظيم فنه تبارك الله، تبارك الله عليك ليهوس. شوفوا لي شوفوا لي شوفوا لي تبارك الله، هادو راه فيهم لاستيك البنات. انا راه وهذه شحال فيها من متر ديال لاموسيه كبيره؟ 42 على بالمخده وحده، وكاين عندك ديال جوج بلايص، ديال جوج بلايص البنات. شوفوا لي تبارك الله هاد السيده هادي ساندوها ليا عافاكم بنات قنيطره. اجيو عند هاد الناس هادو راه والله العظيم الا ما تيجيبوا لكم سلعه فنه والله العظيم. ها انتوما شوفوا لي الزربيات، ها انتوما ها ها شوفوا لي تبارك الله، شوفوا لي هادو دي هادو فنين، هادو هذا خديت منهم انا. هذا الزربي 220 البنات الزربيه ديال تركيا، ديال تركيا. جوج مترو على مترو ونص، مرحبا بكم. ها انتوما شوفوا تبارك الله جايبه لكم حتى تويبات، شوفوا التويبات. وتبارك الله على اناقتي، الله يعطيك الصحه ومرحبا بك في قنيطره. نات كاريزما كوزميتيك، هذا هو الرقم ديال التليفون. تبارك الله تقداو ليها لي كارت فيزيت تبارك الله. شوفوا لي راه جايبه لكم منتوجات طبيعيه، هذه راه صديقه ديالي، راه كانت معايا في الرباط. وتبارك الله عليك وعلى المنتجات ديالك والله العظيم. الله راه ربي يخليك. كاينين هادو مقشرات قماش في نفس الوقت صابون، شي حاجه غزاله للناس اللي عندهم حبيبات وجد الاوازه وداكشي في اللحم تنديرو قبل لاسيغ. هادو دي ماسك قماش للناس اللي عندهم تصبغات ولا كيبغيو يعالجوا البشره ديالهم، ولا الناس اللي عندهم التجاعيد. كاين ديال فيتامين سي والهايلرونيك اسيد، كاين ديال النيلة، كاين ديال العسل والمشتقات ديالو واعر، شي حاجه علاجيه خطيره. كاين عندنا هذا اللي تيقوي لينا الشفار والحجبان، انت هذا اللي تنديروه من الليل اللي تيقوي لينا الشفار والحجبان، داير بحال الماسكارا تبارك الله. عندنا اللوبان الدكر الاكل والتجميل، شي حاجه فنه. كاين كاين النيله، العكر الفاسي، مقطر الورد البلدي، تبارك الله. طبيعي يا البنات، شوفوا شوفوا يا سلام، تيفتيح وفي نفس الوقت مزير للعرق، في الالوفيرا والليمون وفيتامين سي، 24 ساعه هذا تيخلي تبارك الله. كاين هذا باللويزا، شوفي لي هذا باللويزا بالبودر ديال الالوفيرا لا فيتامين او، شي حاجه غزاله ما شاء الله. يلا بنات قنيطره ما تخليوش هاد الناس عافاكم، راه جاي منين جايين؟ منين مدينه؟ جايين عندكم من كازا، جايبه لكم سلعه من كازا حتى القنيطره، ما تخليوهاش عافاكم. راه عندها منتجات فنين وحق الله العظيم يستحقوا. وحتى الادمنه ها انتم البنات مع الدخله راه غتلقاوها اون فاس معاها كاريزما كوزميتيك، كاريزما كوزميتيك. ومرحبا بكم وتبارك الله على الناس ديال كازا. بنات جيت عندي هشام التاوي، شوفوا لي راه صيفطاتني واحد السيده من المانيا، خديت ليها هاد الكيسان هادو الفنين ديال الدرابو. ها انتوما السته ديال الكيسان 80 درهم، ها انتوما شوفوا لي تبارك الله كيحمقوا. قالت لي عافاك راضيه الا لقيتي هي الكيسان ديال الدرابو خذيهم ليا، راه عييت ما نقلب عليهم في ولاد وجهي الخبازه، ولكن ها هما عند خويا هشام التاويل راه هما موجودين. ها انتوما الا بغيتوني نتقدى لكم ما حدهم باقيين في قنيطره، غير هضروا معايا قولوها ليا اي حاجه بغيتوها من عنده، راه نجي حتى لعندهم ونتقدى لكم. مرحبا بكم وتبارك الله على خويا هشام، ومرحبا بكم في قنيطره.
شوفوا لي البنات انا كنت كنصور دابا وشفت واحد السيده خدات هاد خدات هادو 60 درهم عرفتي شنو هي 60 درهم راه كيحمقوا ديال الكريستال ب 60 درهم رمضان هذا البنات كنحتاجوا بحال هذا الشيء هذا يلا ها البنات بنات الجاليه خيط لكم جليلبات الا بغيتوا تخداو شي حاجه ها كنصيفطها لكم مع جليلبات غير قولوها لي غير وريها لي ما حد هاد الناس هادو كاينين في قنيطره باش نجي عندهم وناخذ داكشي اللي بغيتو شوفوا لي تبارك الله السيده اللي خدات الكيسان الا كنتي باغا 12 كاس جاوبيني اليوم ان شاء الله باش نجي ناخذ لك 12 كاس شوفوا لي تبارك الله شوفوا لي شوفوا لي الحطه البراد اللي بغى شي حاجه يتواصل يجي عند هاد الناس هادو راه كاينين دابا حاليا في قنيطره مرحبا بكم انا كما قلت لكم البلاصه عمرات ما لقيتش بليصه ليا ولكن انا اليوم هنايا كمشتريه ان شاء الله وجيت باش نصور هاد الناس هادو لانني حاسه بهم وعارفه التماره اللي كيضربوها باش كيجيو حتى لهنايا والله العظيم واحد التماره راه ما نقولش لكم باش كيجيبوا السلعه ديالهم من مدينه لمدينه راه بزاف والله العظيم هذاك الشيء علاش عافاكم البنات ما تخليوهمش وهنا جيت اليوم عند ملكه باش نشوف لكم الشيلان تبارك الله راه كاين الجديد راني متبعاكم شوفوا تبارك الله يلا ها البنات شوفوا الا بغيتوا الشيلان ديال منى التاوي نصيفطهم لكم مع جليلبات نقولوها ليا ونجي ان شاء الله ونتقدى لكم راه نجيب جليلبه ونمغيها مع الشال اللي غادي يناسبها وتبارك الله عليكم والاثمنه فن شوفوا شوفوا تبارك الله هذا راه بزاف انا راه خديت واحد هذا في الكحل راه حمقني راه فن شوفوا تبارك الله شوفوا شوفوا ما شاء الله ومرحبا بكم في القنيطره راه كاينين في اسواق السلامه البنات شوفوا هذا راه في الباش وشوفوا هذا شوفوا تبارك الله العرايسات الميمات النفيسات الحج اللي باغا تفرح براسها اي وحده شوفوا شوفوا تبارك الله البنات اقسم بالله العظيم الا ما خديت من عندهم والشال راه ما نقول لكمش كندير وكنعاود واللي شافوا كيسوني كنقول لهم راه الشيلان ديال منى التاوي ومرحبا بكم ومرحبا بكم في قنيطره وتبارك الله على منى التاوي الله يكبر بك ومرحبا بكم البنات شوفوا لي ها نتوما حدا السطون ديال منى التاويل وديال خويا هشام ها نتوما انا غنسالي عاد نصور للسيده شوفوا تبارك الله شوفوا لي السطون ديال خويا جواد شوفوا لي تبارك الله ديال الرضاع فنين انا براسي والله العظيم حتى كنرضع كيعذبوني فاش كتبقاي ترضعي الكول ديالهم تيخسر ها نتوما الناس اللي كيرضعوا وهذا الشيء امين البنات وقطن 100% والله العظيم فن ورطيطب على اللحم الناس اللي عندهم الحساسيه شوفوا تبارك الله الله يعطيكم الصحه يلا ها بنات قنيطره اجيو اجيو سريع وراه تبارك الله سليعه من داك الشيء الرفيع والله العظيم هادو بشحال وحيده هادو تيدرو 60 درهم 60 درهم البنات وقطن 100% المرضيعات والله العظيم اثمنه مناسبه هذا راه السطون ديال جواد تبارك الله تبارك الله شوف تبارك الله الله يعطيكم الصحه شوفوا شوفوا تبارك الله على ديزاين و100% قطن البنات الحساسيه ما تخافوش منها الحكه الناس اللي شوف دابا هما قطن 100% واو هذه فنه هاد ها نتوما الميمات اللي كيكونوا هكا كبار كيبغيو شي حاجه رطيطبه كيبغيو ها نتوما البنات شوفوا تبارك الله وفنه و60 درهم والله العظيم هادو راه البنات الا خديتهم مكازا كبيره وحق الله العظيم الا ما كيكونوا بثمن خيالي ها نتوما شوفوا شكون اللي معايا اليوم في القناه مامي شوف الله يعطيك الصحه راني من المتتبعات ديالكو عزيزه عليا بزاف الله يسهل عليك ومرحبا بك الله يكبر بك وتبارك الله على ستون ديال خويا جواد شوفوا شوفوا اي هادو راه خديت منهم انا واخا ما فياش السكر انا رجليا مع الوقوف ومع فوالا هانتوما فنين شوفوا تبارك الله هانتوما اي تبارك الله والله العظيم فنين ديال تركيا البنات شوفوا تبارك الله سليعه راه محطوطه في اسواق السلام قنيطره تبارك الله تبارك الله ما شاء الله وكاين ديال اسبانيا 53 درهم صافي تبارك الله هادو بشحال بثلاثة هانتوما باكا البنات فيه ثلاثة والله إلا 50 درهم ثمن مخير من داك الشيء رفيع والله إلا تبارك الله تبارك الله تبارك الله كلشي وهادو ديال تركيا فنين 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 هانتوما تبارك الله معروفة السلعة ديال جواد كيجيب داك الشيء غزال والله العظيم تبارك الله ها انتم باش تعرفوا البنات راه كيكون تعاون في المعرض هذا راه ماشي سطون ديالها وشوفوا مسكينه جات باش توري السلعه ديال جواد والله العظيم هنا راه كلنا كنوليو واحد انا راه مجربه والله يعطيكم الصحه يعطيك صحتك بارك الله فيك
البنات انا جيت باش نصور لكم ستون ديال مامي شوب اللي تبارك الله البيجامات ديالها راه تبارك الله معروفين دايرين واحد السيط عالي. شوفوا لي تبارك الله هذا الحرير هادشي راه فن هادشي البنات قنيطره يلاه اللي بغات تلبس شي حاجه زوينه من عند مامي شوب. شوفوا تبارك الله شوفوا هادشي راه كنلقاو غير في لي مارك الكبار. ها هما اليوم حاطين لكم ستون ديالهم في اسواق سالم راه كاين ستون ديالهم حدا هشام التاويل. ها نتوما شوفوا تبارك الله هادو بينوارات الحرير البنات اللي كتبغي هكا تفشش راسها وكتبغي تلبس شي حاجه زوينه وانيقه في الدار ما عليها غير تجي عند مامي شوب. ها انت وريني الكارت فيزيت ديالكم راه عندها قناه في اليوتيوب البنات ديروا غير مامي شوب هكا باللغه الفرنسيه وغادي تشوفوا راه كتعرض لكم لي زارتيكل ديالها وكل شيء كتوريه لكم. ها هي ها نتوما دخلوا عندها الانستغرام وراه عندها حتى قناه في اليوتيوب مامي شوب هذا هو رقم التليفون ديالها اللي بغى شي حاجه يتواصل معاهم راه كلشي مصورينه في الانستغرام ياك كلشي تبارك الله. راه انا نهار اللي شاركت معكم كانت سلعه وتبارك الله سلعه اخرى دابا راه تبارك الله هادشي هذا راه كل مره كيجيبوا سلعه جديده غير سريعوا البنات غير جريوا سلبي ولطيفه عتقرا هادشي كيعجبك اجي دغيا خذي من عند هاد الناس هادو راه عندهم داكشي فن ومرحبا بك وتبارك الله على سطو. الناس ديال قنيطره شوفوا لي الناس ديال قنيطره في قنيطره ناعمه فيتمون اوفيسيال راه تبارك الله سلعت كرام بلا ما نحتاج نشكر. شوفوا لي تبارك الله هادشي ماشي ديال المغرب باينه ماشي ديال المغرب والله العظيم حق قصه ماشي كنعاير سلعه المغرب تبارك الله تبارك الله. شوفوا لي هذا فن هذا شوفوا اللي كيعجبو هكا الكول بحال هكا واللي كيعجبو الكول اوفيسيال انا منهم تيعجبوني هذا بشحال هادو كانوا 250 دابا 230 تبارك الله 230 البنات 230 درهم والله الا واعرين تبارك الله بقاو غير هاد بقات غير وحيده البنات يلاه البنات قنيطره هادشي راه فن بزاف هادي بشحال هادي صافي 180 درهم ما شاء الله. شوفوا البنات راه السلعه ديال ديال لا فرونس السلعه ديال فرنسا شوفوا ليا يلاه القنيطريات راه الجديد ديما الجديد ديما الجديد تبارك الله ان شاء الله شي حاجه يا ربي. عندك الانستغرام ياك غتمشيو لتركيا تجيبوا سلعه جديده تبارك الله الله يعطيكم الصحه العقباليه يكبروا وليداتي شويه ها انتم فيما مشيت راه معايا يكبر ان شاء الله شويه نبقى نمشي معاكم يا رب العالمين الله يسهل عليكم مرحبا بكم. شوفوا لي تبارك الله راه عندها لوش واحد وحمقوني عرفتوا البنات بغيتكم متمنيت لو كان تقدروا تقيسوهم راه فنين ديال لاماي والله العظيم حمقوني هذا والله العظيم تبارك الله عليك الله يعطيك الصحة تبارك الله داكشي اللي كاين ها نتوما شوفوا راه هي لابسه شوفوا راه كاين تريكو اللي كيتلبس وتيبقى خارج من هنا باش كتعرفوا بصح لا كاين النبه اللي كيتلبس هذه كتخرج فوالا هنا شوفي ها هي لابسه ومعاوده ومصبنه ومعاوده وتبارك الله كي الله يعطيك الصحه تبارك الله على سلي عليك وعلى سليعتك وعلى الناس قنيطره الله يسهل عليكم مرحبا بك البنات شوفوا لي شكون اللي جا لقنيطره في طوفين شوفوا شنو جابوا معاهم تبارك الله راه عندهم منتجات ديال لاكوسميتيك ديال التجميل شوفوا تبارك الله شوفوا تبارك الله عندي سون سولفات ها انتم كل شيء البنات راه فيها لاغام كومبليت وعندنا اون بروموسيون بالنسبه للناس ديال قنيطره يلاه بنات قنيطره دي شامبو دو شامبوان اشتي او شوا مع الماسك مع هذا مع ديميلور لابخي شامبوان كلهم سون سولفات دايرينهم 200 درهم في هذه الايام ديال قنيطره عندنا لي ديودورون ناتوريل بالويل سيترون وبال هذا الزهر وعندنا بالمونت بوافغي عندنا هنايا هاد لوميسيلير هاد لوميسيلير باش كينظفو حتى هي الاسيد هيليورونيك كيحيدو دي ماكيون دي ماكيون كينظف او ميم طو كيرطب الجلده تبارك الله لان فيه الاسيد هيليورونيك عندنا لونتي ايجين اللي فيه الاسيد هيليورونيك وفيتامين او والكولاجين وفيه الزيت التين الشوكي بودور التين الشوكي بالنسبه للناس اللي عندهم فوق 40 سنه عندنا لاسيد هيليورونيك بين 30 و 40 وعندنا هذه الكولاجين بالنسبه للبنات اللي عندهم قل من 30 سنه ما فيهمش تجاعيد اللي كتبقى كتخليش التجاعيد يبانو وعندنا هذا الفين وايت بالنسبه للناس اللي كيبغيو التان ديالهم يتغاد يولي عندهم يونيفورم يولي كله بحال بحال تبارك الله ومرحبا بكم في قنيطره الناس الناس عافاكم ما تنساو الناس قنيطره يلا
بنات قنيطره صحباتي لطيفه اجي، راه هاد الناس كاينين في قنيطره في اسواق السلام. انت كيعجبك هذا الشيء هذا مرحبا بك، يلا شوفوا لي هذا هو الرقم ديالهم ديال التليفون وهذا هو الانستغرام ديالهم، مرحبا بكم راه كاينين حاليا في اسواق السلام قنيطره. البنات شوفوا لي بشره اليغونس جايه اليوم الاسواق السلام قنيطره، شوفوا شنو جايبه تبارك الله، هذه راه شفتها حمقاتني تبارك الله. الناس اللي كيوقفوا بزاف اللي كيكونوا خدامين النهار كله بحالي انا خياطه ما تنقلش نهائيا. البنات اجي وعندها شحال الثمن؟ 450. كتباني كتباني حاجه زوينه، مرحبا بكم، حاجه زوينه وتقدري تلبسيها مع داك الشيء كلاس وسبور اون ميم طون. غزاله شوفوا الديزاين اللي فيها، فنه 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 كتحمق غزال، فنه خفيفه بزاف منها حنان حنان الاداريسه منها نوتيلا وداكشي اللي عرفتها عرفتها عرفتها، راه خديت من عندها حتى راه تقديت من عندها عرفتها. مرحبا بكم تبارك الله، هما ديال تركيا لا مارك لايف. شوفوا لي الناس اللي كيعشقوا هذا الشيء هذا الكلاس، شوفوا تبارك الله، شوف تبارك الله ناري الموسيقى ولي كوفخ ديال القران فوانيس ديال رمضان. ها انتم الناس ديال رمضان شوفوا تبارك الله، ها انتم اللي بغى يعطي شي كادو في هذا رمضان هذا ما شاء الله، فوانيس زالين ما شاء الله. ها هو فيها الضو زوينه، هذه بشحال؟ هذه بايوز 150. 150 درهم البنات، فيها الضو كتشعل كتحمق، واش كتعمر بالحجره ياك؟ بالحجره تو يعني غتبقى ديما خدامات وما شوفوا بحال بايوز دايما فنه، شوفوا كطلق السيده دابا راه كتبان كتعطي والله العظيم كي الناس الجاليه كيحماقوا على بحال هاد لي زاكسيسوار تبارك الله في رمضان تحطيها والله العظيم. دايره واحد الضو هاد تبارك الله كتعطي واحد المنظر زوين في الطبيله. وهادو هي 60 درهم، هادو 60 درهم حتى هادي كتشعل هاد الصغيره فهمتي شنو تبارك الله، فيهم شميعات وفيهم بحال هكا تبارك الله. كتبيعوا حتى ديك زاكسيسوار واو، شوفوا هذا شحال زوينه كتشعل والله. الا خصك هذه هذه 25 درهم، 25 درهم والله العظيم تبارك الله، كتعطي النظر غزال تبارك الله خاصة في الليل والله العظيم. يلا ها البنات شوفوا لي هاد لي زاكسيسوار ديال رمضان، هذه اللي دايره فيها انايا ها هي شتو شتو البنات ها نتوما، هي هذه ديروا فيها لي زاكسيسوار ديالكم والمكياج فنه كلشي، وفيها ثلاثه ديال الطبقات شوفوا شوفوا تبارك الله. لا هذا الشيء غزال عندكم والله العظيم البنات قنيطره، اجي ويقلبوا مزيان راه تبارك الله كلشي كاين. قلنا هي اليوم وغدا ان شاء الله، البنات بقى لهم غير اليوم غدا غدا الحد ان شاء الله في العشيه راه ما غتلقاوهمش، سارعوا يلا ها البنات صحباتي الخياطات اللي ما خياطاتش الكليانات ديالي، اجيو لاسواق السلام قنيطره. هذا الشيء راه فن ديال تركيا، غنمشيو هاد لا سيمين مع منى هاد السيمانه. حاجه يتصلوا بيا في النيميرو اللي عندي، ها هو الرقم ديال التليفون ديالها راها غادي انستغرام وتيك توك، غتمشي تمشي لتركيا والسلعه اللي بغيتو من تما راها غتجيبها لكم، غتمشي ناعمه قنيطره غتمشي منى التاويل غتمشي انتيا تبارك الله، غيجيبوا لكم السلعه من داك الشيء باذن الله. ومرحبا بكم في قنيطره مباشره حداها كاين بيستيغواغ، ها انتوما بيستيغواغ شوفوا لي شنو جايبين، عشاق ديال لي تيزان شوفوا هذا الشيء راه حمقني انا، والاثمنه مناسبه 20 درهم. وها انتوما شوفوا اللي عجبني انا، الناس اللي كيبغيو هذا الزعتر هذا عطيوه للناس، انا شحال كنشري منه هكا مطحون وكنلقاوه عامر بالعواد، هذا لا راه نقي على اليد ومجفف على اليد كيجيبوا داك الشيء طبيعي ونقي، شوفوا تبارك الله هذا الشيء كله راه نقي البنات، غير هزوه واستعملوه شوفوا. ها انتوما دايرين دايرين هذا مجفف لعشاق لي تيزان كيبغيو هذا الشيء هذا، شوفوا تبارك الله شوفوا الفلفله مجففه شوفوا مطيشه طماطم مجففه معدنوس شوفوا هذا الشيء فن. الناس ديال الجاليه كيبغيو هذا الشيء هذا، كتبغيو تديو معاكم هذا الشيء هذا، ما كديروش النعناع مجفف كيديروا حتى النعناع مجفف. يلا بنات الجاليه تبغيو تعمروا اتاي تما، كاين اللي ما كيلقاش النعناع كيديه من المغرب، خذوا من عند هاد الناس هادو ها الرقم ديال التليفون طلبوا من عندهم اللي بغيتوا. ها انتوما عندهم حتى التوابل، ها انتوما التوابل ديال الطاجين ديال الشاورما ديال الشواء ديال الحريره البيتزا الكفته، شوفوا تبارك الله التوابل الكاري كلشي كلشي تبارك الله، هادشي راه منقي.
رقيع اليد ومطحون على اليد. شوفوا البنات هذا الشيء، هذه اللي عجبتني انا بزاف، هذه البنات عافاك جمعيه وحيده منها. البنات هذه راه تحميره، انا الصراحه كنخاف من التحميره لان تبارك الله، لان دابا ولات صراحه مغشوشه كنخافوا، سمعنا ان كيديروا فيها الياجور، سمعنا انها كتكون مغشوشه. هاد هو البنات خذوا من عندكم، عندهم بعينكم مغمضين وحق الله العظيم عندهم داك الشيء فن. ها نتوما سودانيه كيبغيها كشرموله، شوفوا البزار هذا الشيء منقي على حقه وطريقه ومطحون على اليد. شوفوا تبارك الله كامل البلدي تبارك الله سكين جبير هاكي جمعي ليا هذه، انا غناخذ التحميره البنات تبارك الله، الله يعطيهم الصحه ومرحبا بكم البنات عافاكم. ساندوا ليا هاد الناس هادو، شوفوا اتاي، شوفوا اتاي معشب، واو راه شميت الريحه داكشي علاش قلت لك واش معشب. يا سلام والله العظيم فن تبارك الله، كتبيعوا في الباكيه ياك؟ ها هو واو، شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا غير لومبالاج كيفاش داير تبارك الله ما شاء الله، الحامض مجفف شوفوا تبارك الله. ها انتم لي زيس، ها شوفوا هذا كيدار في الحلوه يدار فيك، ها واعر كتبقى حسن. هذا البنات حسن من داك اللي كيتباع كيكون بحال الجيل، هذا زوين هذا جاف احسن البنات والله العظيم. الباربا ناشفه، او شوفوا شوفوا ها انتم البيتراف، آه. تبارك الله تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في قنيطره. هذا شنو هو البصله؟ او آه. تبارك الله درا شفتها فنه، او تشهي تاكلها غير هكا فنه مجففه فلفله بحال البيتزا، او يا سلام عرفتوا على ريحه فنه تبارك الله على بيستيغوا. ومرحبا بكم في قنيطره بنات اسواق السلام، عافاكم راه بقى لهم غير غدا الله يسهل عليكم، ما تخليوش هاد الناس هادو. البنات شوفوا لي شكون اللي جا عندنا القنيطره اليوم، مرحبا بك تيسير شوب، شوفوا لي السطون ديالها تبارك الله، هادشي راه حمقني. شوفوا هاد لي سطواغ هادو شفتهم حمقوني تبارك الله، لان بالنسبه للناس ديال لي فولار كيبغيو بحال هادو هكا كيكونوا طوال فنين كيعطي واحد الجماليه للبسه ديالهم. شوفوا تبارك الله كليانات ديالي، الا بغيتوا شي حاجه نتقدى لكم من هاد السيده هادي مرحبا بكم. ها انتم شوفوا تبارك الله هذا اكسسوار، ها انتم ما شاء الله شوفوا ليا شوفوا ليا هادشي راه كيحمق والله العظيم. ها انتم شوفوا تبارك الله الاكسبير بنات راه غسلوا دوشوا بهم الحمام والله العظيم. شوفي انا هادو راه دايرهم عام وحق الله فني، الاكسبير فن لي باك ديالو حتى هما في الاشكال الانواع كلشي درنا لي 50 درهم اليوم، 50 درهم واو البنات عافاكم بنات خنيطره فرحوا هاد البنات، هذا الله يفرحكم والله العظيم. راه قلت لكم كيضربوا تماره وستوند والطريق ووليداتهم، الله يحسن العون والله العظيم باش يترزقوا الله سبحانه وتعالى. عافاكم ما تبخلوش عليهم، اللي بغى يتقدى شي حاجه هكا يجي لعند هاد الناس هادو الله يسهل عليكم. ها الرقم ديال التليفون ديالها، تواصلوا معها خدامه مسكينه على وليداتها، الله يفرحها يا ربي. حتى انا راني خياطه وحاسه بها وحاسه بهاد الناس هادو اللي حاطين هنايا، الله يفرحكم يا ربي الله يفرج عليكم وتبارك الله على تيسير. دخلوا عندها الانستغرام غيبانوا لكم لي زارتيكل مزيان، وشوفوا اي حاجه شوفوا تبارك الله. شوفوا ليا ها انتم هادشي راه الصراحه خصو نهار ديال التصوير، واثمنه مناسبه البنات عافاكم. اجيو عند هاد الناس، هذا شنو هو هذاك كيشدوا به الكيمونو زوينين فنين، شوفي تبارك الله ها انتم شوف زوين هذا تبارك الله، 10 دراهم فنين والله العظيم فنين تبارك الله، الله يعطيكم الصحه ومرحبا بكم والله يسهل عليكم والله يجيب لكم التيسير ويفرجها عليكم يا رب العالمين وبالتوفيق ان شاء الله. البنات مع الدخله ها انتم شكون، شوفوا شكون اللي كاين، شكون اللي جا عندنا القنيطره وجاب السليعه ديالو الفنه عزيزه تيسو تدير لباس تقليدي. ها انتم البنات كيقول لك في خوك في الحرفه عدعوك، حنا الحمد لله ما عندناش هذا الشيء نهائيا والله العظيم، انا راني خياطه وحق الله العظيم. وها انتم ها انتم اللي بغى شي حاجه من عند هذه السيده هذه يمشي لعندها، كل واحد رزقه مكتوب على الجبين ديالو. حنا كنكونوا خياطه قدامنا تيسولونا عليهم كنعطيهم العنوان هذاك الشيء، الله يرحم والديك داك الشيء اللي كاين رقم واحد ثانيه صنعتك كتجيب لك داك الشيء اللي كاين الحمد لله اللهم لك الحمد داك الشيء اللي كاين. شوفوا لي السليعه ديالها، شوفوا لي هاد القميصات هادو، هادو مخدومين ها انتم، هاد مخدومين براندا ستوك بحال هكا، هادو شحال الثمن ديالهم؟ 300 درهم شوفوا تبارك الله فنين
ما شاء الله. شوفوا لي الطرز كي داير تبارك الله، شوفوا لي جميع الالوان، شوفوا لي هاد الطريزه هادي راه تبارك الله حتى انا كنخدمها فنه هادي، يلاه ولات دابا غزاله جديده تبارك الله. ها نتوما شوفوا لي ما تيبغيش الطرز عاوتاني كيبغي قميص هكا ملون، شوفوا لي شوفوا لي الخديمه بعدا ديال الراندا، شوفوا تبارك الله على جوج شعرات الله يعطيكم الصحه واثمنه زوينه. شوفوا ها نتوما تبارك الله، الله يعطيكم الصحه ومرحبا بكم القنيطره هذوك ديالكم ياك، شوفوا لي السلعه ديالهم، شوفوا لي تبارك الله. ماشي مشكل ماشي مشكل تبارك الله، السلعه باينه تبارك الله. شوفوا لي الطرز البنات كيفاش داير، شوفوا لي ها نتوما ما شاء الله الفيطيل التحتاني مطروز بالرباطي، وهنايا كميمات مطروزين بنفس الشكل ديال الرباطي، شوفوا لي تبارك الله، شوفوا لي شوفوا لي هذا فن مسلول ما شاء الله، المسلول والطرز الرباطي باليد باليد دربنا تبارك الله. تبارك الله تبارك الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا ربي امين، الله يفتحها عليكم مرسي امين. ها انتم راه كلشي عندهم، غير اجيو عندنا هاد الناس هادو وتواصلوا معاهم في الرقم ديالهم، راه كيخيطوا اي حاجه اللي جبتو فين فين كاين عندكم المحل؟ كاينه في عين توجدات، مرحبا بكم في قنيطره. ها انتم راه عندكم عندها اليوتيوب، حتى انا عندي اليوتيوب بيت الفخامه، مرحبا بك بيت الفخامه بالعربيه. ها انتم عزيزه تيسو الرقم ديالها دايره الانستغرام تبارك الله عليك، دايرهم كاملين الله يعطيك صحتك، تيك توك كلشي، غير تواصلوا معها راه الرقم ديالها كاين، واللي بغى شي حاجه مرحبا بك ومرحبا بكم، ربي يخليك الله يسهل عليك. البنات شوفوا لي الصون ديال لاغوبيل، شوفوا تبارك الله كتخيط الباس العصري، شوفوا تبارك الله نوريكم شنو جايبه لينا اليوم، شي حاجه فنه ديال رمضان كتباني ياك اختي، تبان ها انت شوفوا تبارك الله، بارك الله فيك الله يكبر بك. ها انت يا تبارك الله عملي لبسي وزيدي حق الله، رمضان غادي يكون البرد في الليل هكا، هذه دومي سيزون كتحتاج دومي سيزون، شوفوا الثوب ديالها فنه تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، شوفوا راه فيها اللوينات، شوفوا لي الثوب هذا تبارك الله كابوتشينو سميتو صحبني الثوب تبارك الله تبارك الله، شوفوا لي ها انتم شوفوا تبارك الله، شوفوا الله يعطيكم الصحه. شوفوا لي هكا، شوفوا لي الخياطه كيفاش دايره الاتقان ما شاء الله. لا غبيلة البنات عندها هذا الشيء عصري، شي حاجه فنه حتى هي راه لابسه منهم تبارك الله، الله يعطيك الصحه. ها انت شوفوا فيها جميع اللوينات تبارك الله، ولي طاي فيها حتى لي طاي ما شاء الله فنين. ها انتم هذا فيها هاد ليكلي بحال هكا تبارك الله، هاو شوفوا هذا زوين عاوتاني اللي كيبغيو هاد الكول اوفيسي بحال هكا، شوفوا هادو كي دايرين فنين زوينه كيحمق كيحمق، روج بريك فنه تبارك الله ما شاء الله غزالين. ها انتم تخفيض دايره لكم تخفيضات، ها انتم 200 درهم هادو وفنين، ها انتم شوفوا دي جايبه لكم مسكينه سلعه حتى القنيطره ودايره لكم تخفيض، شوفوا هذه ها انتم. انا البنات هادو كيعجبوني كيكون فيهم الشال لاصق زوينين، اما انا كنت خديت وحدين فيهم الشال، عطي ديما الشال مضر كديري معاه حاجه اخرى. ها انتم شوفوا شوفوا لي تبارك الله كتخيط اي موديل بغيتو. ها انتم السيده اللي كانت تواصلت معايا وقالت لي راني بغيت لبسات هكا بحال هذا الشكل هذا، تواصلي معايا عافاك اليوم ان شاء الله، وإلا بغيتي شي حاجه من عند هاد السيده هذه راه نجي نتقدا لك من عندها. ها انتم شوفوا تبارك الله، شوفوا واللي بغى يتواصل معاها ها هو، ها انتم اللي بغى يتواصل معاها من بعد راه هو الرقم ديال التليفون ديالها، راه كدير لا ليفريزون لجميع المدن، وجايه من الدار البيضاء البرنوصي تبارك الله على الناس ديال الدار البيضاء، جاو عندنا القنيطره. شوفوا لي هذا فن، هذا راه شفتو كان في الثوب ديال سخون تبارك الله، راه الناس داومه البنات سارعوا، عندها سلعه فنه كل مره تبارك الله جايبه الجديد واعره. الناس اللي كيكونوا كيكونوا خفاف مبردين بصح على حساب الحج كيكون بصح كتبغيو شي حاجه هكا خفيفه، شوفوا اللوينات فنين تبارك الله. عندنا بحال هادو تا هما ساهمين خفاف تبارك الله، شوفوا لي هاد الشكيل هذا، هاد الشكيل هذا مطلوب بزاف اوفر سايز فنين، هزي هزي عطيه السكات، شوفي هاد شوفوا هاد القفيطنات هادو عاوتاني اوفر سايز كبار تيلبسوهم جميع لي طاي، شوفوا الطريزه اللي فيهم اللوينات فنين تبارك الله،
ما شاء الله. البنات اللي بغى شي حاجه انا كاينه في قنيطره والله العظيم نجي نتقدى لكم من عند هاد الناس هادو على الراس والعين، مرحبا بكم والله العظيم. اللي بغى شي حاجه واللي بغى شي حاجه من بعد ان شاء الله ما تنساوش، هذا هو الرقم ديالها، ها نتوما انا غنطاقيهم لكم في الانستغرام اللي بغاهم يتواصل معاهم. ها نتوما شوفوا تبارك الله، شوفوا لي تبارك الله، شوفوا عاوتاني هذا ديزاين اخر تبارك الله ما شاء الله، شوفوا تبارك الله، شوفوا هاللوينات ديالها فيها اللي طايح حتى ال 3 اكس ال، نزيها جهه نزي ولدي راه داير ليا حاله. ها نتوما شوفوا تبارك الله، ها نتوما شوفوا اللوينات اللي فيها ما شاء الله تبارك الله. عندنا الحجابات كبار اه عندكم اه لي شال اللي كيكونوا طوال وفيهم الالوان، ها نتوما فنين غزالين، شوفوا تبارك الله ما شاء الله. الله يعطيكم الصحة وما شاء الله، مرحبا بالمتابعة ديالك، الله يسهل عليك يا ربي، كنشكرك على المرور ديالك، الله يجزيك خير مأجورة، اللهم امين يا ربي، ربي يحفظك، الله يسهل عليك. وقيلا حضرت على هذا السلام عليكم، وكي دايره اخبارك؟ مرحبا بك في قنيطره. الناس ديال كازا، هاي 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 تبارك الله، هادي راه كانت حاطه حدايا مسكينه، شحال كانت تشد ليا الوليد فاش كنا في الستون ديال الرباط. شوفوا تبارك الله الروايح، بعدا الروايح ما عندي ما نقول، شوفوا ليا تبارك الله، شوفوا ما شاء الله كديري لي اسونسييل هنايا في هذا لاباراي، يا سلام عرفتي على الريحه طالعه كتحمق. شوفوا تبارك الله اللي بغى شي حاجه بالعطور شي رويحه مميزه يجي عند هذه السيده، هذه راه تبارك الله. اعطيني كارت فيزيت، اعطيني هاريديا، ها نتوما ها الرقم ديالها، ها الانستغرام ديالها يتواصل معاها. شوفوا تبارك الله سامون، او لا لا كنعرفك الله ودي سامون البنات، سامون بارفا. شوفوا تبارك الله عندهم داك الشيء غزال، شوفوا شوفوا ما نحتاجش نقول لكم اي نوع، حمقاتني هذه الريحه هذه فن تبارك الله. شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا شوفوا ما شاء الله، هادو راه البنات راهم حاطين دابا في اسواق السلام قنيطره، ها نتوما راه جات مع الدخله هذه، غدا ان شاء الله بقى لهم اخر نهار، عافاكم ما تخليوش هاد الناس هادو، الله يسهل عليكم يا ربي والله يفرحكم، وتبارك الله على سامون. شكرا بزاف، تحفظ لك الوليد. امين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. الناس ديال قنيطره امياس الروائح الجميله، انا كنت خديت من عندك هذا ديال تويلايت، عرفتي راه فن وحق الله العظيم غزال ما شاء الله. مرحبا. الله يعطيك الصحه بارك الله فيك، راهما البنات كحاطين دابا حاليا في اسواق السلام، اجيو عند هذا السيد، هذا عنده رويحه فنه، انا راه خديتها، هذا راه كنديرو شعري انا، شوفوا تبارك الله فنينه البنات، مرحبا بكم، ما تنساوش دوزوا لي عند امياس، ها انتم راه جمع الدخله، شوفوا الدخله ها نتوما. خلي الناس يجيو يتستيو لي برودوي، حنا حنا واحد الشعار هو ساتيسفيت و غومبورسي، يا اما كتاخذي الغيزلتا و كتقول لي شكرا بزاف، يا اما كتاخذي رفعك صافي مفيش تهجه. تبارك الله عليك، لا والله العظيم انا سلعتك جربتها غزاله وما شاء الله، والله يعطيك الصحه وتبارك الله على امياس. اهم حاجه هي الصدق في الخدمه والحمد لله، داك الشيء اللي كان والله العظيم. مرحبا بكم، مرحبا بالناس، الله يكبر بك. مرحبا، الف مرحبا البنات مع الدخله، ها نتوما شوفوا هاد السيده هذه، البنات عافاكم الله يسهل عليكم، ما تخليوش هاد الناس هادو بنات قنيطره عافاكم، كتشريو كتشريو، اجي خذوا من عند هاد الناس هادو، راه بقات ليهم غير يومين السبت والحد، الله يسهل عليكم، راه جايين من مدينه بعيده وجايبين لكم لي ستوند ديالهم، الله يحسن لعون، كارين ستوند بالثمن وباش يجيبوا لكم السلعه راه بالثمن، حق الله العظيم انا راني براسي كنت كنحط معاهم وحاسه بهم وعارفه. شوفوا راه ما جايبينش لكم شي حاجه، راه لا كاليتي البنات، راه شي حاجه فنه. هذا جوهر حر انا كنصاوبهم بيدي، تبارك الله هادو كلهم شوفي كتصايبهم بيدي فنين تبارك الله. هذا بقى لي واحد حيت جينا ديريكتومون من مكناس لهنايا، ما بقاش لي الوقت باش نخدمو، هادو نقرا مشي لنا بالدار. كاين هادو احجار شوفوا تبارك الله ديال لي بيغ، كاين هادو بوغ فام، وكاين تما ديال لاسي. السلام عليكم. ما عرفتش انا حيت ديال السيده الهدايه هذا بالضبط، تبارك الله اي شويه وتجي
انوكسيداب شي حاجه زوينه انوكسيداب للبنات هانتوما ديال المملكه شوفوا شوفوا الناس ديال الجاليه كيحماقوا على هذا الشيء هذا كاين ديال لي زينيسيال الحرف اللي هذا كيخرج تنعوضو الحروف كلهم متواجدين الضوغي ولا الضوغي كاين ديال هذوك هذوك حتى هما حجرات حرين غير هما كنديرهم رقاق علاش باش يجيو سامبل مع المكانه تبارك الله كيمشيو معاها ما يجيش حاجه خفيف ضرب كاين اللي ما تيبقيش هذا الشيء الغليظ كيجي شويه شارجي ولا ديال الحضور دونك انا كندير كاع ليغو باش هانتوما النقره هذا هذا راه مشلل بالنقره نقره مشلله بالذهب شوفوا تبارك الله هادو هذه اسي انوكسيداب وكل حجرات راهم حره تبارك الله ما شاء الله شوفوا تبارك الله البنات عافاكم سندوا لي هاد الناس الله يفرحكم يا ربي الله يسهل عليكم شوفوا راه عندهم سليعه فن غزاله ما شاء الله شوفوا عاوتاني هاد الشيء ديال ديال الوليدات الصغار فنين هانتوما هادشي راه كيصايبوه باليد البنات وكيجيو كيحطوه لينا بحال هكا ايك ما عنديش ليه سيبور بزاف هادو دي سوبور طوال فنين هادو راه لي سوطوار اسمينا راه دابا طيحنا كلشي اسمينا البنات راه دايرين واحد السولد كبير وحق الله باش تجيو تقداو من عند هاد الناس هادو مرحبا بكم شوفوا ليا هانتوما حداها مباشره كتبان ياك هانتوما كاينه هاد السيده هادي جايبه لكم ليناب جايبه لكم شوفوا تبارك الله شوفوا ما شاء الله عطيني الرقم ديال التليفون ولا الكارت فيزيت ديالكم عافاكم البنات ساندوا لي هاد الناس هادو شوفوا لي شوفوا هاد الشيء اللي جايبه راه غزال راه هاد الشيء كيحمق وحق الله العظيم عافاكم خذوا من عند هاد الناس هادو تبارك الله تبارك الله شوفوا هادو عاوتاني كيديروا مع كافيطات فنين شوفوا هاد البلاطو هذا زوين والفن ديال الجلد وهانتوما شوفوا جايبين لينا بحال هكا شوفوا تبارك الله هاد الزواقات هادو راه ما دايعينش البنات هادشي راه فن شوفوا هاد لي شومان دو طابل هكا بالجلد هادشي غزال ما شاء الله البنات ساندوا لي هاد الناس هادو خذوا من عندهم الله يسهل عليكم عافاكم اللي مازال ما جاش الاسواق السلام قنيطره يجي ويساند لي هاد الناس هادو الله يفرحكم يا رب العالمين شوفوا هادشي هذا راه غزال راه يستحق البنات انكم تشريو من عندهم والله العظيم راه يستحق طارق الشمال الله يعطيك الصحه جاب لكم سليعه ديال الشمال حتى القنيطره وريني اخويا السليعه اللي جبتي لنا القنيطره القنيطره جبنا لهم مخبوه من الحاجات شوف 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 100 درهم البنات ها انتم شوفوا تبارك تبارك الله شوفوا قداش راها كبيره وطويله البنات هذا مقصد الكوت اللي كدير في الكوت بياض تبارك الله تبارك الله هذا من البلاستيكات بالمخط ديالو الله يعطيك الصحه هي ساتكين مختلفه هذا لي زار بلاستيك البنات تبارك الله هادو شحال دايرين هادو هذا ما كيبقى له 80 درهم 80 درهم جوج مخاد خط ديال بلاصه بلاصه وحده تبارك الله 140 درهم جوج مخاد شوف مقياس 140 على 190 كيبقى غير ب 120 تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه ومرحبا بكم بنات قنيطره يلا ها البنات اللي بغات تفرج اللي بغات تشري شي حاجه لدارها جيو عند هذا السيد والله العظيم الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك شوفوا 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 ليا شوفوا تبارك الله البنات اللي كاين خارج اللي بغى شي حاجه من عند طارق الشمال ما عليه الا يتواصل معاه حتى تعطيني ها انتوما طارق شوف ها انتوما جميع المدن المغربي تما زوميها هذا هو الرقم ديال التليفون ديالو وكيصيفط للجميع انحاء المغرب شوفوا تبارك الله فنين شوفوا تبارك الله شوف شوفوا اللوينات اللي فيها والله يعطيك الصحه عنده بزاف 140 هذا 150 ها انتوما تقدر تعملوا تبارك الله ها انتوما راه كيتقاد غير اجيو البنات مرحبا بكم هذا ما كيحتاجوه بزاف العيال الصغار اللي كيديروا كيف قصص كاملين كاين دابا بلاصه كاين جوج ها انتوما تبارك الله تصبتي في لا ماشين المعاديين وقطان وشوفوا شوفوا تبارك الله ديال البرتغال شوفوا ديال البرتغال ماركه زوينه قصص كاملين كاينين تبارك الله تبارك الله تبارك الله والله يعطيك الصحة وتبارك الله عليك الفوطات الفوطات ويلي تبارك الله ما كاينش اللي ما خداش من الفوطات كاخويا طارق شوف شوفوا تبارك الله شوفوا شوفوا ما شاء الله اسمح لي رونت لكم كل شيء ولكن شوفوا لي البنات راه يستاهلوا شوفوا شوفوا تبارك الله والله العظيم هاد الناس هادو الا ما جايين من الشمال وجايين عندكم القنيط راه جايبين سلعه ديالهم شي حاجه غزاله يلا بلا ما تحتاجوا تمشيو حتى للشمال وتاخذوا اجيو حتى هما في قنيط راه كاينين في اسواق السلام دابا والرقم ديالو تواصلوا معاه خذوا اللي بغيتي هادو ديال اسبانيا البنات السلعه ديال برا جات عندكم حتى المغرب وتبارك الله على طريق الشمال الله يعطيكم الصحه
بصح شوفوا البينوارات عاوتاني تبارك الله تبارك الله. شوفوا 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 راه داير ستوند كبير وجايب لكم سلعه فنه. غير اجي وراه تلقاو ما تاخذوا الناس اللي كيعجبهم الكاليتي المزيانه اجيو عند هذا السيد هذا. وتبارك الله عليك بيت الفخامه دخلوا عندي البيت الفخامه الله يسهل عليك يا ربي. ان شاء الله دخلوا عندو البنات اي حاجه بغيتوها تواصلوا معاه في الرقم ديالو وراه يصيفطها لكم حتى للباب. ومرحبا بكم وتبارك الله عليك.